وللحديث أكثر عن حدث اليوم وتوقيع أكبر عقد إسناد للموانئ في المملكة ينضم معي عبر الهاتف خالد الغامدي خبير سلاسل الإمداد. حياك الله معنا سيد خالد، شكرا لوجودك معنا. يعني رقم كبير وإنجاز تاريخي اليوم بأكثر من 7 مليارات ريال تم توقيع هذا العقد، كيف ممكن ينعكس هذا على الموانئ في المملكة، على سلاسل الإمداد، على الخدمات اللوجستية والقطاع بشكل عام؟ احنا نتكلم عن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، يعتبر نافذه تجاريه متكامله تربط المملكه بالعالم. اعتقد ميناء الملك عبد العزيز اثبت انه وجهه جذابه للخطوط الملاحيه العالميه. طبعا يمكن يميز الميناء هذا، المشروع هذا ليه بالذات اطلق في ميناء الملك عبد العزيز اسوه بالذي اطلق في ميناء الجدة الإسلامي. يرتبط بشبكة سكة حديدية طبعا مع طرق سريعة، يمتلك مرافق وخدمات متطورة لدعم عمليات الاستيراد والتصدير وخلافه. طبعا لو نظرنا الآن أخوي سلمان إلى الهيئة العامة للموانئ، عندها المبادرات هذه من ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، اللي هو أحد البرامج الرئيسية لرؤية السعودية 2030. أنا أعتقد الموانئ اليوم عندها مهمة كبيرة لدعم الاقتصاد السعودي. هي خلينا نقول هي بوابة العمليات اللوجستية، بوابة الربط مع خلينا نقول مع القنوات العالمية الأخرى من خلال الاستيراد والتصدير. جميل. ودعم التجارة المحلية مع التجارة العالمية. جميل. اليوم أيضا كذلك في إذا ما أخذنا في إطار التخصيص أبعاد هذا العقد على قطاع الموانئ، إذا ما أخذنا أيضا هناك تجربة ضخمة بالنسبة إلى الجانب السنغافوري واستفادة المملكة بالنسبة من هذه التجربة. بالتأكيد أخوي سلمان، إحنا طبعا عندنا هدف في رؤية 2030 أن نكون موقع أو منصة لوجستية عالمية. سنغافورة من أهم المواقع اللوجستية العالمية المتطورة، فالشراكة هذه توأمة لتحقيق هدف 2030 بإذن الله تعالى، اللي برضو بينعكس على خلينا نقول تطوير الموانئ السعودية، رفع الطاقة الاستيعابية. الشيء الجميل الآن اللي هو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الآن القطاع الخاص هو خلينا نقول الجواد الأسود لرؤية 2030، الدولة أيدها الله بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، أكدت في رؤية 2030 أن القطاع الخاص شريك رئيسي لتنفيذ برامج الرؤية. اليوم هذا المشروع الكبير وهذا التخصيص اللي قاعدين نشوفه هو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لعمل خلينا نقول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، طبعا له انعكاسات. نعم. طبعا بإذن الله تعالى على الاقتصاد الوطني. جميل. نقطة مهمة أختم معك بها، البيئة الاستثمارية اليوم في المملكة كيف أصبحت بيئة جاذبة لكبرى الشركات العالمية أنها تستثمر مع المملكة في هذا القطاع واللي يشكل يعني نقطة مفصلية في خدمات اللوجستية؟ طبعا دائما الحمد لله أثبتت المملكة العربية السعودية أنها بيئة جاذبة للاستثمار من خلال العقود الطويلة أو من خلال السنوات الماضية مع الوقت الحالي. يميز المملكة العربية السعودية الحمد لله الأمن والأمان، يميزها اقتصادها الكبير، يميزها أنها من التوب 3 في إنتاج النفط وفي الصادرات النفطية، يميزها برضه الموقع الجغرافي واللوجستي العالمي، يميزها برضه الاستقرار السياسي، يميزها أنها لها دور فاعل على الصعيد الدولي. اليوم نرى أن السعودية لها دور فاعل وريادي في مجموعة 2030، وآخر الأحداث اللي هي جائحة كورونا أثبتت السعودية أنها حكومة وشعب أنها بلد مستقر. أعتقد أنها يمكن حتى في المؤشرات الدولية وفي التصنيفات المالية السعودية أخذت نظرة مستقبلية مستقرة. هذه كلها تعطي دلالات كبيرة للمستثمرين. نعم. الخارجيين بأن السعودية بيئة جاذبة للاستثمار. بكل تأكيد كان الأخير تصنيف المملكة من قبل يعني منظمة أو فيتش العالمي للمملكة تصنيف بيئة مستقر. على كل، خالد الغامدي خبير سلاسل الإمداد كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك.